كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا هذا كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف تتحرك السيارة؟ تتحرك السيارة بوساطة محرك يعالج الطاقة فتدور السيارة. كيف؟ الوقود يعطي طاقة والمحرك يعالج هذه الطاقة فتمشي السيارة. ولكن من أين يحصل المحرك على الطاقة؟ يملأ الناس خزان السيارة بالوقود من محطات الوقود المنتشرة في البلاد. ولكن من أين يأتي الوقود؟ يأتي وقود السيارات من النفط ويستخرج من الآبار العميقة في الأرض ومن قيعان البحار، ثم ينقل الوقود إلى محطات البيع. ما فائدة مقود السيارة؟ مقود السيارة مرتبط بالعجلات، فعندما تدير المقود يميناً تدور العجلات يميناً، وعندما ندير المقود يساراً ماذا يحدث في رأيك؟ تدور العجلات يساراً. صحيح، وإذا ثبتت مقود القيادة تسير السيارة نحو الأمام. وماذا نفعل إذا أردنا التوقف؟ نقلل من السرعة ونتوقف باستعمال دواسة تدعى المكابح. كيف تتوقف السيارة؟ كما تتوقف دراجتك الهوائية عند استعمال المكابح. كيف؟ نرفع الضغط عن دواسة البنزين ونضغط على دواسة المكابح المرتبطة مع عجلات السيارة فتتوقف السيارة من فورها. هل أستطيع القيادة؟ بالتأكيد، ولكن عندما تكبر وتريد تعلم قيادة السيارة اذهب إلى مدرسة تعليم قيادة السيارات وتعلم قوانين المرور أيها البطل. وهل على الصغار تعلم قوانين المرور؟ نعم، ومن المهم أيضاً تعلم عبور الشارع من الممر المخصص للمشاة. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم صاحب علم أين لماذا؟ فورا